منور يا حق محسن. نور يا ابو محمد، انت اللي منور الدنيا كلها. زين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اكرمك الله يا حمد الخياط، اكرمك الله يا ابو عبد العزيز على هالاستضافه الفنانه بهالفريج الفنان، البيت اللي البيت الكرم وبيت اليود يا ابو عبد العزيز. انبسطنا عندهم في المزهر والامور طيبه وكل شيء على خير ما يرام الحمد لله. وهذه الله يحفظكم المزهر، المزهر العامر، هذه منطقه المزهر العامر او العامره، ايه لا العامر خير، المزهر العامر، هي المزهر رجل مذكر، منطقه المزهر نفحه وبيوتها مرتبه والدنيا تلق نظيف نظيف، تدور حصات فربها كلب ما تلقط. شو سبحانك يا رب. ابوي ما وعيت اليوم والبارحة المساء اللي تتوالى علي المسجات من كل مكان، عيوننا تيك يا ابو محمد. ابوي ما علي اللي بي بي بريجي مرحبا ابو سهلة، لكن اللي بي على اساس ان عرس الرياييل، ابوي عرس الرياييل مخلص الله يحفظكم من 7 شهور في العرس الجماعي اللي مسوينه ديوان الرئاسة بوظبي، ديوان ولي العهد حساب الشيوخ ابوي، ميوزين ولدي وميوزين ويا ما يقارب 20 آدمي، ولدي ويا 20 نفر، عرس جماعي في بوظبي في المشرف مستوي العرس، ويت العالم ويت أمة لا إله إلا الله. فحين ابوي العرس اليوم عرس الحريم، ماشي عرس ريايل، ما وعينا الا بالطوير بعد ما اتصل مسويحان، اتصل حق هلال، والله الساعه كم تبغون نحرك؟ يقول حق ام هلال. قلت حق هلال ابوي، ابوي الحين اللي بيوها بلا الطوير يميع المسجات، هذا اللي يعلم الغايب. العرس ابوي اليوم عرس عرس الحريب، عرس الريايل مخلص، لا تقولون ما قلنا لكم، الله من شركم، وين بحطم؟ ما عندي مكان، مكان مخصص حق الحريم، وين بخليه يجلس الرياييل؟ لا والله لا، اشوف اكثر واحد منكم تقولون ما قلت لكم، الصاحب والصديق والاخو ابن العم، اها اشوف وي واحد هناك صارت الحريم، صارت الحريم للحريم، صارت الرياييل يوم العرس الرياييل، ترى اللي ييه واللي ما ييه ما باليد، حيا الله يحفظه. الله يحفظكم، يكون باقي ساعه الا ربع عن نوصل العيد ان شاء الله. والحين على الفريج برويكم هدية وطن نافع أيضا، هذه بوي هدية إهداء من صوت الإمارات الأول الفنان أيضا، من هذه هدية أيضا أفراح خالدي وكامل، هذه هدية أيضا، مشكور يا أبو طن نافع، مشكور مشكور، يلا الله إن شاء الله يحفظك ويبارك فيك ويطول بعمرك ويخليك يا صوت الإمارات يا الطيب يا ليودي. كم أفرحت عائلتي بعرسانهم معازيمهم بالناس كلها بهالهدايا اللي مطرشينها، الناس كلها يا أبوك بتفرح، أنت أصلا صوتك يفرح، أنت بكبرك الفرح، يا الله لا يخلينا منك يا بطنا، مشكور مشكور مشكور. ها محسن شفت العين؟ جميلة، بس ما فيش حد راح جاي ليه في الشارع مش فاهم، لانك انت نص النهار يعني نص النهار الناس أنا... تقيل ناس مقيله يعني. بتنام الف مبروك يا اللي بلاك وصلنا المكان الله يحفظكم بنريح فيه كوفي يعني، هذا كوفي هذا كوفي بنجلس فيه شويون بالقهوه، وطلبت انا سلطه وطلبت حق محسن سندويش ما يسمونه قعان زين، ومحسن طالع الله يحفظكم ما شاء الله عليه من يا وشوف شفت مضروب على مظهره لوح اسب لا يلين ولا يستلين، ها ميبر لين وخ شويه ليه عامل كذا لين شويه، الكرسي اللي عامله الكرسي اللي عامله ليه لابس العلوم بنفسجي حلو بنفسجي العيناوي يعني محسن ليش الناس مش برا؟ لان برا حتى يوم نزلت من السياره حتقدر حر، الناس تطلع من المغرب من العصر تبتدي تطلع مكانك كده حاجه طول النهار وطول الليل يعني جت عندكم الليل تغوى كده كده حر زي هذه بلادنا وين بنصير عنها زين البلاد والله الحين نحن
غدينا عينا من الأخير، كلنا اللي الله كاتب لنا. زين هل أسأل محسن أقول طلبته عصير يح، طلبنا للك اللي عليه رضوان من الله. زين أقول شو تبى، شيء تبى حينة تخيل شو طلب؟ إيه أو زين شاي، شاي ممنوع يعني، مش شاي ممنوع في الإمارات. أنت عندك حينة درام يح بتشربها، بتشرب مش عايز يح ها؟ مش عايز، لا بتشرب اليح وعقبه بعد قرشات ماء كان تشم شيء تم مكان بعطيك ماشي. إيه وهذا لازم تخلصه اني لا لا ولكن الاكبر من اكلت وتبعت الحمد لا لازم انا حالك ما بعيب اني هاليومين خيفت اليومين يا محسن كل الناس يقولون ابوي لط ويها ويها تعدل باجي الاسنان ابشركم ابوي حاجزين لموعد دكتور اسنان بيجلع ضروسه كلها ببدل الايداد الحمد لله. هذا بارك الله فيكم حمد بالحب العامري، حمد بالحب العامري وسلم علي وسالي راس عند ربيع ما رمت الحين اصور الكاميرا من طرف هذاك بيظهر ربيع ما عارف هل انه بعد يبى احد يصور ولا ما يبى احد يصور او والله الله اعلم به. حمد ترى اصورك انا الله يحفظك يبارك فيك. حاضر يعلم الغايب، ترى هذا ابوي المدخل قاعه الخبيث البوابه رقم واحد، بوابة رقم واحد، عرس حفلة الحريم، حفلة الحريم بوابة رقم واحد، لا تقولون ما حد قال لكم ها هاي البوابة رقم واحد. وهاي مشاهد ابوي غرب، مشاهد ابوي بيوت مزارع اظني بيت شيخ مبارك اتوقع اعتقد هذا الطرف، لا تقولون ما حد قال لكم. هذا ها وين عرس الريايل حق ما ادري منو معرسني بالريايل، الله يبارك لهم. مره طرف الطرف اللي بني الطرف هذا وين هال مالت دو زين، وهذا ابوي من الدوار، هذا الجمعيه جمعيه اظني بروزنيك لو اللي الاهليه، وهذا بتي مني سيد هذا البوابه الله سوق الخبيصي، سوق الخبيصي ها مره البوابه هذه قاعه الخبيصي. هذا سوق الزعفرانة مرة الطرف هذا، هذه هي الصالة، صالة بلاد ما شاء الله مكبرها. ما أقول شيء عنكم يا عزام، ما أقول شيء عنكم، ما أقول شيء عنكم أبوي يا أدنك، أدنك مسوين الهوايل منزلين خلق الله ما خلق، وعزام بارك الله فيهم بعد شادين حيلهم غير نمون مسوين شيء مبدعين على الله يحفظهم. كل خراف أبوي بتفسير الممل إن شاء الله. الحين بسير الفندق بسوي تشيكن وبحط لك شيري وإن شاء الله سكر الجامع يا الله يقصف أجلك أنا أبوك نحميتي بالحرق ووينية هالواهي شبه بك على فكرة يا الله يا الله يا الله منك ظهر أنت ظهر أي مكان الحين يا رب لا تلوموني أنا أقول يجيني واهي مو وين وين يجيني واهي لك الواهي عفوا مركز دمع دمع هذا سوق الزعفرانة هذا الطريق هذا ابويها مركز سفير الاول تلفون ابو يمين يمين تلف ابو يمين ها هذا الطريق لا تقولون ما حد قال لكم تدخلون سيدا هاي الصالة هاي البوابة عقب المسيد مرة هبضلالة صالة الحريم ريايل ما شيء لا تقولوا ما قلنا لكم ريايل ما شيء ريايل موقف في عرس في العرس اللي مسوينه الشيوخ الله يحفظهم يوم العرس الجماعي في المشرف قاعة المشرف في العرس كان على نفقة سمو ولي العهد هبلنا نحن وغيرنا 20 آدمي هبتقولوا ما حد قال لكم الله يطول عمار الشيوخ ما قصروا الحمد لله فكونا من عبالة الريايل يا الله طاح ثلثين العرس نقلت الريايل والثلث الحريم والحمد لله صلاح شو تقول حبيبي نص المعازيم قايلين إذا صلاح ما حد نحن برد من عند الباب لازم تي متى بتظهر متى بتظهر انزي غرب الله تسد انزي يلا نوم زين براي خلينهم حبيبي خليهم بعد اظهر وصلاح اظهر سيدة ولا يمين كل واحد يسار ولا يمين كل واحد صلاح اقول لك يمكن دورة سبير يمكن تخيس كندورة لان عندك كندورة ثانية
ها؟ عزيب في الجولة احنا. شو؟ يا حبيبي ما بقدر انتبهني خلاص في خلاص. شياك؟ مين دي يا محسن؟ مامتي. ايه اخويا؟ امي. مامتي؟ خلي ايه اختك هتعدي لو خمسه تانيه كيف خلص يا محسن الشفن بتاعه الفوزان خلص من ورا يا حقه تقبض بس ابتدينا التكييف خلص والانبوبه الغاز فضيت والتل وانت مالك وانا مالي بتقول يا محسن وانا بقول خالد مش عارف بالنسبة لترتيب القاعة وما ترتيب القاعة حين هذا عقب ما أصلي المغرب إن شاء الله أني بتوكل بسير القاعة برويكم أبوي ترتيب القاعة وترتيب الورود برويكم كل الكوش قبل ما حد يجي إن شاء الله هذا كله حين بسوي برويكم ترتيب الأكل ومنو لي خادم منو مسوي منو كل إنسان مجتهد بنظهر أبوي جهده لمجتهد إنه من هل بالقهوة هل بالريح هل بالورد هل بالديكور هل وكل شيء كل شيء كل شيء بظهره ما بخلي شيء ما بذخر شيء ذخيرة الزين بنقول زين والعادي بنقول عادي والفنان بنقول فنان واللي ما بزين إن شاء الله بنوجهه إنه يعمل الشيء الزين أكيد مساكم خير أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم خير ونور وسرور من العيد أنا اللي شايف ماشي شرات تبلات بالدنيا العودة هو معاي محسن هاي اللي تشوفونه توه يوم سمعني بسجل نشي وحط الحزام قبل ما بحاطنا محسن هذه العيد بسم الله ما شاء الله هذه العيد شوف النخيل شوف النخيل ما تقول له آمين حافظ كل بلاد مسلم آمين. بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين آمين يا رب أقول لكم بعد سنة ولا سنتين ولا أربع ولا عشر بيقولون عاد عياله أبويا عياله ولدي أحمد الله يحفظه إن شاء الله عاد هذا نظرة مستقبلية يعني مش غلط الواحد يحلم إن شاء الله إن الله قادر على كل شيء بعد فترة يعني بيقولون لأبويا أنت متى معرس ما يحتاج يقولهم السنة ولا التالي إيه بيتخبرونا بيقولون له سنة كم أبويا أنت معرس أبويا معرس أنا سنت ما يزور رئيس جمهورية الصين دولة الإمارات سنت ما يزور رئيس جمهورية الصين دولة الإمارات أنا معرس وما أخدمكم شفت شو الصدفة أنتم شيء جميل والله صدفت فنان وبالضبط ثاني يوم من زيارته أنا أبوي زافيني علمكم هي نعم هذا الجواب اللي مفروض الولد الأحمد يقول حق ابنه يخبر أحفاده بيقولهم أبوي ثاني يوم من زيارة رئيس جمهورية الصين أبوي هنا زافيني علمكم صدفة جميلة ليش لا كل شيء زين الناس تفرح به والله مناسبة جميلة بعد ما شيء شراتها مناسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفى غرب الله تكفى أمس بعبا ما أدري شو بعد شوي بارمسويات كانت تعرفون شو بسوي لازم أصوره من أول المدخل ما علي سامحوني بارك الله فيكم المدخل مدخل اللي يؤدي الى الحفل هذا المدخل هاي البوابة اول ما تدخل هاي البوابة هذا كله ترتيب منو مركز عزام للضيافة هذا كله ابوي مركز عزام للضيافة كل هالديكورات اللي تشوفونها كل هذا ابوي ترتيب مركز عزام للضيافة اللي تشوفون من ورود من طاولات من ستاير هالخلفية كوشة شو اسمه هذا يمشي شو عليه هاي كاتووك هذا شو اسمه ممشى كاتووك كاتووك شو يخص الكاتووك
كات يعني قطوة؟ والله يا الفضيحة. هذا الترتيب كله ترتيبهم. امشي وياي عاد اليوم عاد بنعيسكم التصوير. هذا ابوي طاولات والكراسي، الطاولات والكراسي والورود، الطاولات والكراسي والورود هذا كله تبع شركة مركز عزام للضيافة. هذا كله ترتيبهم. نحن ما تعبلنا ولا في شيء، ولا حركنا ساكن ابدا، ولا حركنا ساكن. هاي شو يعني الحين عليه انشارات المسرح؟ هذا الديكور يعني. ايوه هذا مركز عزام للضيافة، هاي تشوفون كله بترتيبهم. ها هذا كله شغل ابوي عزام، كله شغل عزام. ولا حد يا عندهم 3-4-5-10 انواع الكوشات، اتي وتختار ام العروس ولا ام المعرس اللي تباهيه ويناسبها ويناسب ذوق المعاريس. يا الله مره ما بوقت التست، بارك الله فيك. ها شغل لي المثل دخيل والديك ما بالحين، خلنا نخلص رمسه. محمد دخيل والديك خلاف، صبروا علينا. ما علي بعد صوت اكثر عنتي طرد علينا. حليله مهل دبي بارك الله فيهم مساكين، جايين من دبي لين ابو ظبي لين العين، بس عسى يشاركونا فرحتنا ويشاركونا يرتبون الصوت والموسيقى وما ادري شو هالاشياء. خلاص اخبركم منو هم. هاي ابوي كوشتنا، هذه الكوشه وهذا الممر كاتوك على قولته. ها ابوي هاي المعازيم، هاي اكثر عن معازي، هاي تبع منو هاي؟ منو ماله؟ سيرفس الضيافه. ها مال منو؟ مال ايوه ما شاء الله. اخلاف بنربس حاله تشوفونهم ابوي، هاي جايين ابو ظبي تراهم، هاي لاك كل ابوي مال ارض المعارض قاعه المؤتمرات. والله اني زقت يوم شفتن، بسم الله الرحمن الرحيم، قلت عنب ويا الحريم. لكن ما شاء الله ما شاء الله عليكم عزام، عزام ما قصرتوا كل بياضوي. يا الله يا رب تتمم علينا وعلى أمة محمد أجمعين شيء مهول وشيء فوق عن ضاد زايد عن القاعدة. جميل، بس هذا شيء شخصية شاذة هناك. شو اسمك؟ كفى أحينا. كم نوع كوشات أنتوا عندكم؟ كم كوشة؟ هل هذا ديزاين واحد ولا عدة ديزاينات؟ في أكثر من ديزاين يعني تقريبا كثير؟ في كثير ديزاين تقريبا، في عندك شيء 19 كوش. حتى لو العروس جابت كوشتها قالت لي أنا بدي هالكوشة، أو مثلا اللي بيجوا مثلا بيختاروا براين يا ظهرت؟ من فوق يلا. ها زين، لو اختاروا يعني قالوا بدنا نفصل هالكوشة بنفصل لهم إياها. أه. على حسب ما هم بدهم. نعم، مش شرط إنه تكون الاختيارات بس موجودة من عندنا. أه. على حسب ما هم بدهم. أيوة يعني مثلا إذا يبون كوشة، لو جابوا لي كوشة أنا بفصل لهم إياها، يعني لو قلنا إنه بنفس هالترتيب بنفصل لهم إياها. آه يبوا لي صورة يعني. آه آه محمدين هذا شو اسمه؟ آه زين، وهذا الموديل اللي نحن مسوينه هذا شو يسمونه؟ هذا الجاردن، يعني هذا يعني الجاردن يعني كأنه ما شاء الله وايد جميل، يعني جميل جميل. أنا وايد عيبني، وايد عيبني، شكله وايد جميل ومرتب وأنيق وناعم، كل شيء فيه فنان، وايد زين، فنان فنان فوق عن الفنان. هي والله الفنان للفنان. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. كم وقت يستغرق ترتيب هاي الصالة لها شكل؟ كم وقت؟ ساعتين، أربع، يومين، ثلاثة؟ لا يوم، يعني لو دخلونا شي الساعة 8 نعم بنخلص شي الساعة 5-6 هيك، على حسب ما يدخلونا بكير بنخلص بكير.
على انه ما يكونش قبلها بيوم في عرس دخلنا بكر ما نخلص ابكر على حسب ما يدخلونا يعني الصايم. بيني وبينك وايد ترتيبكم فنان. انتوا يوم جيتوا البيت عندي ما توقعت ان توقعت بنتي كفى انه انه بيستوي بهالجمال. قلتي لي انت وقال لي ابو علي محمد بن علي الشامسي قال لي ما لكن ما كنت اتخيل انه بيستوي بهالابهه يعني شيء فوق عن الزين. اكيد 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 هذا اللي ما يعيبه هذا اللي ما يوز له هذا هذا ما يعرف كل اكيد هذا احترامي للناس كلها كل ذوقه لكن ما اتوقع انه حد ما بيعيب الزين هذا يكون يدور شيء بس أسب يسبه ويعذر فيه أنا أشوفه هذا كله زين الحمد لله رب العالمين ويزاكم الله خير وما قصرتوا يزاكم الله خير وما قصرتوا وإن شاء الله أنكم تستمرون من حسن إلى أحسن. كمان يعطيك العافية شكرا ألو شكرا هالبر طبيعي صح؟ اه هذا وين هذا؟ هل عندكم انتم بعد ما العزام؟ ما شاء الله عليكم يا ما مقصرين ما بنقصرين يا عزام كلينكس مالكم هذا الحمالنا عاد نحن هذا اي هذا شغلنا نحن هذا ابوي الصحون والكيترينج هذا كامل خلاص بنرمس عنه حاليا نحن نرمس ها لطقم والاشياء هذه ها هاي حلوة ابوي حلوة حلاوة العسل ميزون للحلوة العمانية ايوه سبحان ابوي طقم طقم ما شاء الله ما شاء الله ما خبرتكم ابوي يتم طلبيات تبارك الرحمن من العين من العين وبيطالبين وبيطلبيات بيسافرون هن عالي عاد الخارج ما روما اقول وين انطريت وين بيعرفون العرب وين لكن فرحت والله ان هي طلب اول طلبيتي من خارج الدوله عبر القارات المحيطات بتشحن بيشحنون كميه كبيره من عندهم بيشحنونها للخارج. كيف يا ماي حشرتينا بتليفونك شيء جميل ترتيبكم يا كفاية شيء جميل وايد وايد جميل جميل فاق عن ما كنت أنا أتخيل يوم ييتوا قلتوا لي إن هالنمون بيستوي أنا وايد استبقلت الشيء يوم ييتوني في البيت هاك اليوم وايد فنان ترتيبكم ما شاء الله تبارك الرحمن كفاية الحين انت كفاية ولا كفى كفى ولا كفاية كل واحد اقول لك وللريايل كيف تسوي احمد الريايل في عنا جلسات خاصة الو يعتمد على حسب الاختيار هاي قلت لك شعر الدولة حتى السور في ليش شعر الدولة كإنارة أشياء لا تتحرك لا شعار الدولة على الكراسي على الطاولات على الأشياء. أيوة. ف... ألو. جلسات ملكية يعني لو. تانية تحمل. تانية. لك وشوفها. إن شاء الله. إيه لأن وايد الحين يقولوا لي نحن ما شفنا ترتيبهم للرجال شفنا ترتيبهم للنساء نبي نشوف في 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 فيديو عندكم حق. Hummus, tabbouleh, stuffed vine leaves, and chicken Caesar salad, eggplant with yogurt. All the items, it's clear? Yes. Okay, how, the salad, how it's coming? Individual. Okay. For the hot manza, it's a pass around. For the hot manza, we have meat kebab, cheese burak, vegetable samosa, and finished fatayir. How many items we have for the hot manza? Four.
Thank you, girls. For the local food, we have haris, ishu lahem, kebab iskandar, chicken biryani, butter chicken, plus vegetable lasagna, and tarid shuyukhi. فريد شيوخي قولي لي بارك بارك الله فيك Okay ladies when the guests arrive you will smile greet the guests pull the napkin you will pour the water after that ما يبالب ويروح المبتسمات before you say to them they are smiling ما شاء الله you will serve the fresh juices right yes we have orange pineapple lemonade man and cocktail You offer the juice, after that you will pass around the bread, you will pass around the hot meza, after that you give time to get... When you have a new guest, it's a simple شيف حمدان. sequence. على هالأساس أنا اخترت كابيتال. هاي كابيتال للضيافة، على هالأساس أنا اخترتها. لجل تنسيقكم ولجل شغلكم اللي حضرت في كذا مؤتمر وكذا فندق وكذا عرس وكذا شيء. الله يوفقكم إن شاء الله، الله يوفقكم، الله يحفظكم. All the items that you have on the table, right? Yes. You will ask the guest if they want more refilling. You need to be next to your table. Don't move. We are here to serve the guest. It's not a buffet or a self-service. We are here, all of us, to serve the guest, right? Yes. Clear? Yes. You will keep smiling? Yes. We have the camel also. It will come in the big trolley for each side. Gonna have three trolleys for each side, the big one. Okay? After that, you give time to get the main course. You start your clearance and then plus the hot desserts we have khabisa and then asida. You have khabisa and asida. You need to make sure that all the شوف حمدان انا ضروري تطعموني من هذا كله كله موجود ايه حطوا لي مكان بنتعشى انا وياي رباعتي بنتعشوني هبل لك كله حق الحريم لا لا اي والله هبت تقول ما قلت لك اي نعم مرحبا الله يرحم والديك شكرا الشيف عادل بده يشرح على المنيو كيف طريقه التقديم I'm the in-charge for the wedding tonight okay any question with regard to the food any doubt from the customer please come and ask me I want you please to make sure every guest has the food and enjoy the food. Okay. For the main courses, every table will have Uzi on the table and Haris and Mexi grill, butter chicken and vegetable lasagna. Enjoy all of the food. I want the guests to eat everything and taste our food as we are the exclusive catering for this place. Thank you very much. Thank you very much, Chef. Barakallah. Okay. Thank you, girls. Thank you, girls. Thank you, girls. أقول لك صبري. هي. أنت منو؟ عبير انا مسؤول الضيافه ما شاء الله عليك يا عبير ما كذب هل سماك عبير كان يدري بك بتغدي تهنمونه شكرا سيد دوي الحين راح يشرح لنا عن المواعين وعلى الكتلري الموجوده اوكي يلا الحين عشان تفضل حياكم الله مرحبا فيك صوت عالي وتقرب ياي حياكم الله مرحبا فيك طبعا هذه المواعين بنحطها على الطاولات الافراح هل انه يوجد عده الوان في عده الوان مثلا اليوم مختار لنا ذهبي زين اللي هو متناسق ذهبي نبتدي من المواعين اللي نحط فيهم الاكل نعم كله ذهبي يجي الاكل مني الصحن صحن طبعا يكون صحن هذا شو بليت من قله هي هي. هو تحت الصحن الرئيسي وهذا الصحن حق السلطه تجي السلطه هنا بشكل فردي لكل شخص عشان ياكل حق الصحن هذا بعدين ينشال الصحن هذا يدخل صحن ثاني حق المين كورس ينزل وزي للحيران وللذبايح والاشياء هذه صحن ثاني ينزل اها نظيف يتغير جديد نظيف الحيران كم الحين نحن في نحن في مكاننا هذا البنيات الجايات هاي حق الخدمه احنا اليوم عندنا 75 حرمه خدمه فقط بعد في حريم ثانيات يخدمون الحوار حق الحيران حق الحيران بعد في الباك اريا بعد في عندنا حد يهتم في المشاريف يعد المشاريف اللي موجودات في الصاله هذه الصاله 75 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
بارك الله فيكم. زين شو تقدر تفيدني عن الكيترينج مره ثانيه بعد؟ شو هل فوط نوع واحد لفوط يكون؟ الحين هذا كله بس لكم انتم؟ هذا كله مواعين خاصه فينا. ايه كابيتال للضيافه احنا شاحنينها جايبينها على اسمنا من برا وخاصه فينا، هذه خاصه بكابيتال هوسبيتاليتي. ما كان المواعين الاكل الصحون الكاسات النابكن الربطات بعد المحارم المعطره كلها هذه خاص بكابيتال للضيافه. مشكورين مشكورين يا كابيتال. كل شغل اللي كان ضروري اسير اطالع تسوي لي هناك مكان حق الاكل لازم اضيع عليه. اكيد لازم ودوك ونسوي فود تيستينج. فود تيستينج على كل لازم فود تيستينج ان شاء الله. هذه هذه صورتها. يا سلام اللوجو مالنا بعد بارك الله فيك. ما تسوون الا زين، ما تسوون الا زين. حفظكم كل حد نحن بنعطيه حقه. الحين باجي حق منو؟ حق ابوي هل بالعطور. هل بالعطور هذه شركتهم، هذه ابوي طاولتهم من اولها لين اخرها. يلا منو بيرمسني الحين؟ ممكن انا. شو برمسه انت؟ هبترمسين شوي شوي. انزين يلا قولي لي. مرحبا مرحبا. الله يسلمك، الله يبارك في حياتك، الله يسلمك يطول بعمرك، الله يرحبك على فضلك. دربي قناتي. الله يسلمك. يلا خبريني من اول بادي. أوكي. شركتكم عطوراتكم هذا شغلكم كله من وين؟ خلص تمام. الحين احنا عطورنا هي عباره عن نوعين، نوع ايطالي ونوع فرنسي. انزي. هذا تمام؟ شو هذا؟ هذا ايطالي وهناك فرنسي. انزي. تمام. زيوتنا عن عباره عن العطورات العربيه. اي ايوه بس زيوتنا عباره عن هنديه هالمره. انزي. تمام. كل العطور وكل الزيوت اول مره تنزل لعيون ابو محمد. الله يطول بعمركم ويرفع من شانكم. هذا العود تبعنا عود هندي بعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كله زين فوق زين. تمام. وعندنا اللي هو الزيت الكريمي هو مخمر السعودي اول مره ينزل بعد كرمال عيون ابو محمد. يا الله يسلمك. تمام. هذه الله يحفظكم يسمونها بلغه العطارين مالهم مخمريه مخمليه. هاي المخمليه المخمليه متى يستعملونها؟ عقب ما يصيرن ويتفاولن الحرمات وتعشن متوا بيديهن ين الستاف مالهم عباره عن كم بنت انتم؟ 10 بنيات تابعات ابوي لصينيه للعطور هذه. تبع سبع حريم سبع بنات هم يخصهن العطور. ابوي البنات كلهن ابوي هاي مسؤولات، حد منهن يقبض مدخن وحد منهن ابوي يقبض العطر وحد منهن يقبض المرش يعني كل وحده لها مهر. ماشي وحده لها مهرتين. وهذا بارك الله فيكم عطرهم عطر زايد سميناه 1918 لأبو مناسبة عام زايد أول مرة ينزل لأبو محمد. هذا خاص نص للعريس وعملين هذا هدايا هدايا للمعزي. جزاكم الله خير مشكورين وما قصرت بارك الله فيكم. تنسيق الزهور اللي مع طاولة الورود هذه كلها هاللي تشوفونه كل أبوي تنسيق زهورهم من هذه الشركة. هذه الشركة هي أبوي دي مرتب كل ترتيبهم سامانهم. هاي البنيات طاولتكم جميلة والله إن شاء الله يقدركم إنكم تسوون شيء اليمن. وهذا أبوي كرتهم. أبوي ترى مال كرت عزام، كرت عزام للضيافة هذا. راغوني قالوا ظهر تناصفت الصالة بعد الساعة 8 ما شاء الله تناصفت الصالة لكن ما علي. ها أصوركم برايني؟ لا 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 ما طاعة والله راغوني قالوا ها انتظر ما شاء الله مكان من حينة تبارك الرحمن. يلا عاد الحين بجلس خلف الكواليس. السلام عليكم. هذا الله يحفظكم فاطمة أم محمد الهاملية. مبروك مبروك يا محمد مبروك ما شاء الله تبارك الرحمن على ترتيب الصالة وعلى الكوش وعلى تابعتك ما شاء الله حلو حلو. أول مرة في حياتي أشوف صالتي وكوشتي والله مش منافقة لا والله ما شاء الله. محشومة محشومة يا أم محمد من النفاق يا رجال الله. تبارك الرحمن. ما تقولين ما تقولين للعدل. مبروك الأحمد الإيطالي إني بدأ. الله يبارك فيك. الصالحين والبنات الصالحات. مشكورة 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 ما شاء الله يا ابو محمد ترتيبك حلو والله اول مره انا اجي ترتيب. يا على الله يحافظك ان شاء الله يا ام محمد. صلي على محمد صلي على محمد يلحق ان شاء الله في احفاد احفادك ما
شاء الله عليها فاطمة. فاطمة الله يحافظها مشتلة شيء نسيت ولا شيء البلاد دي قبل الحين في موجودة في ألمانيا أمطر شيء التهنئة من هناك جزاك الله خير مشكورة يا فاطمة. صلاح ها منو هذا؟ هذا الرجال منو؟ هي شو اسمه؟ عبد الله. هذا يد العروس يوم الملكة الفلاح ساكنين عدالكم في الفلاح. حمدان تعال ما شيء جاي الحين شو تبغانا نسوي؟ الحين نوريك السيت اب الموجود على الطاوله. ايوه شوفوا الحين الله يحفظكم الحين هذا الشيف حمدان بيرويني السيت اب اللي عندهم السيت اب وبيرويني سيت اب ثلاثه مذهبين لي حق اخبر الجماعه ان شركه كابيتال شو عندهم خدمات خدمات شو منقدم خدمات شو من الخدمات للحفلات والاعراس وكل شيء نفرجيك الحين منوريك السيت اب كمان حق العرس الرجال ان شاء الله والمجلس حق عرس الرجال بعد ان شاء الله وعرس الحريم والسيت اب مال عرس الحريم ان شاء الله كله هذا من نحن الحين عندنا ثلاثه واحد شفناه باقيات اثنين اثنين وبترونا لك بتعشونا اكيد طبعا لازم نتعشى. هذا ابوي حينه الميلس الريايل هاي طريقه ترتيبهم وهاي طاولات وهذا شو هاي فوالتهم فوالتكم عباره عن شو تحطون فواكه التمر انزين والمكسرات ماني حلوه ونوعين المي انزين اوكي وفي عندنا السندويشات الصغيره ايوه صلاح يا ويلك انكلت اما هذاك ايه لا تيس الزت يا ابو ما بيتعشى خليه يتعشى وهالبروت تبعكم انتوا ها تبعنا ما شاء الله ما شاء الله. الحين بدي اوريك السيت اب مال الطاولات السيلفر هناك شفنا الجولدن الذهبي الحين عندكم انتم هذا عندنا السيلفر بس السيت اب اللي على الصحون السلطه احنا بنعمل فيوجن في عندنا هذا اللي هو سلكشن السلطه كله انديفيدوال سمول بورشن ايوه هي 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 شرات مال السوشي نفس الحجم مال السوشي هي هذا الحين يشمل عبارة سلطات سلطات ستارتر ستارتر وهذا نفس الشيء بس ديزاين ثاني ستارتر ما شاء الله اوكي هني تبولة مع مع البوراتا تشيز جبنة البوراتا وتحتها تبولة كينوا تبولة هذا شغلات جديدة ايوه حق الرجيم في هذا حبوبية زين وهذا هذا البيتروت مع الجوت تشيز جبنة الماعز وبرمزان تشيز ما شاء الله والفينيجر هذا السويت مالنا وهذا نفس الشيء وان بايت اذا في باس اراوند اي من هذا من نوع من انواع ال المقبلات المقبلات هنا وهني صحون المازه التراديشنال ايوه متعارف عليها متعارف عليه على حسب الطلب هذا انتم عندكم يعني نعم. منيو منيو هذا عده اشكال من الصحون هي. هذا برضه السلطه هذا ال نعم السلطه الموسميه هني عندنا اليح مع التشيز مع البلسمك هذا برضو على فكره يوم يقول لك انسى السلطه الموسميه معناته الموسميه اللي متواجده حاليا انتاج الشهر هذا او الاسبوع هذا اللي موجوده الحين في السيزن شيء من ساعات سلطات مش موجوده الا من موسم لموسم لكن هذا عندهم ابوي السلطه الموسميه الحين الجاهزه هذه انتاج فريش مره ريدي وهذا السيت اب مالهم سيلفر واللي شفناه داخل هناك ارويناكم اياها الجولدن الذهبي وهذا السيت اب الثاني الذهبي الثاني الذهبي الثاني هذا السيت اب الذهبي هذا عباره عن شو اللي هو الدوم الجولدن دوم الذهبي البليت ذهبي والكتلري ذهبي ايوه هذاك سيلفر هذا كامل سيلفر وهذا كامل ذهبي غير عن الذهبي الثاني اللي هناك غير عن الذهبي الثاني في عندنا ثلاثه سيت اب في العين موجودين هني ما عاد ماشي لسه الاكل الحار مالته ايوه وين قالين بتعشونا عيال؟ الحين إن شاء الله. إيه زيقتني. تحمل رواعة. هنا لو سمحت. شباب يلا. يلا يلا. يلا ما تبي تأكل؟ يلا أكل أنت تقول لا. الناس يالسين بهالطريقة صح؟ نعم. زين وها طريقة تقديمكم بهاي الطاولة. الإلكتروني. ايوه زين شرح لي بالله عليك هذا شو هذا حوار
حوار انت حوار لحم حوار ما شاء الله ما شاء الله. عيش ولحم عيش ولحم العادي اللي هو برياني يعني برياني أه. برياني العربي زين وهذا تحت المكرونات مع كرونة أيوة. عندنا الدجاج مع البطاطا عندنا المكسي جريل ما شاء الله وهذا السلمون وعندنا برضو باستا بس بالكريم صوص يا سلام وعندنا البيك برياني برياني اللي هي هي هذا كله شغلكم انتوا كله شغل كبتل مقواكم يا كبتل ما شاء الله تبارك الرحمن انا حنشوف هلا في التلفزيون اليوم شفنا على الطبيعه عت يا مرحبا في كبتل هوسبيتاليتي كل شيء ان شاء الله بتشوفوه على الطبيعه جزاكم الله خير وهذا تحت هذا نفس الشيء سلام من بعد من طيب هذا مثلا شو اسمك لؤي الحين يعني لي ايوه شي ينحط ايوه انا اتحرى يسرفسون من خاري بعد منهم بنسرفس أه. وبعد عندنا ترولي وحوار يتسرفس من ترولي ايوه الحوار يتسرفس اذا كامل من ترولي ايوه طبعا خيارات قدام كل الناس وبعد منهم نفسهم نوزع احنا على الناس زين بارك الله فيك شوف حمدان هاي ما شفتن نعم وين كانن هذه هذول الموجودين كانوا على طاوله الجولدن سيت اب ايوه عندنا الحمص وعندنا السيزر سلط مع جريل تشيكن نعم وعندنا البتنجان مع مع اللبن اها اوكي وعندنا الكنوة تبوله اي بعد كنوة هذا فريش بعد ما شاء الله ما زين هذا وين يسدني انا هالكثيرو ها بتجيبوا لي زياده شويه نعم نعم زين نعم. شكرا جزيلا حياك الله بحلف عليه اقول بحلف عليه ما شاء الله عليك لؤي زين طريقه التقديم حاليا الحين يبتدي طاقم الخدمه بالكبته هوسبيتاليتي يبتدي يغرف يا ليت لو تعلي حسك يبتدي يغرف الحين الطاقم ويوزع لكل الناس طبعا سواء رجال او نساء سواء رجال او نساء طبعا الحين رجال يعني اللي يالس الضيف ما يسب ما عنده اي شغله الا يصرد بس ياكل شوف انت بس ياكل ما اقول عنكم شيء صلاح ابوي لا تعطونه ما يتوسع لا 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 اكون ترى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص ان شاء الله حمدان آمين الله يحفظك الحين لحمت الحوار انتو لحم حيرانكم من وين حيراننا من العين من العين كل شيء من العين كل شيء من العين وذباحكم من العين الهوش نعم من العين ايوه سوري سوبينج شير ووتر بليز يا رب حق منو هالتكويد هالكثر هذا شو بقى عليك؟ ايوه هي لك احط لي يا ربي كم بصرت يا ولد الحلال واحده بس هاي لحمه الحوار حقينا حقك بس لا تزيدني سدني احنا بدنا نفرجيك بعد امرك شو شف حمدان شوف هاي لحمه الحوار شو بوي حبونا مال الدبايق هاي ديالو لحم هذا لحم لحم شيء؟ لحم يا ويلك من الله كان صدق شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله وحين اللي بيطلب ما تقولون له لحم تجيبون له هالنمونة ما شيء نوع ثاني عندكم في شو يعني غير هالنوع شيء لحم هي لا لا نوع واحد عندنا بس هذا اللحم الموجود عندنا لحم ثاني ما بنشتغل فيه اللحم هذا لكن إذا حد يبى مثلا لحم عيوله بنسوي له تسوي له برياني لكن الحين على الغنم بس نوع واحد اصبر علي اصبر علي ايوه يا ربي اريد هذه لا هاي الدواريه هاي ايوه هاي يا تام يا سلام هاي لحمة شوف الله اكثر نمون يا ربي يا حبيبي انت اول واحد بيزف المعرس انت يا من العين عسب الزفه يا من ابو ظبي من ابو ظبي جاي ان شاء الله لا تاكل وايد حق ترون تمشي شيف حمدان آمر وينك ما أبالغ لحمة الغنم تحرها الزبدة الحمد لله الهوش ولحمة العيل طعم الطباخ حامز فوق عن الزين زين هذا حين كله إشراف كله هذا مال كابيتال للضيافة نعم. اللي هو في أرض المعارض وفي كل عرس نوع واحد الطبخ ولا عدة أنواع اللي هو الطبخ نوع واحد لكن الكمية تختلف حسب حجم حسب الأشخاص الموجودين في العرس نعم. بس
نوع اللحم وجودة الأكل نعم واحد، كل الأعراس عندنا واحد، ما شيء ما في فوق وتحت، كله احنا ستاندر واحد لكل المعازيم. جزاكم الله كل خير، جزاكم الله كل خير. عني أنا أبوي أوقع لهم أكلهم في منتهى الروعة. الله يستر من من لسان الحريم عاد حينه. نحن ها؟ الحريم لا ما عليك. أنك حينه؟ حفلة الحريم داخل. الحريم إحنا دائما معانا ينصفونا إن شاء الله. جزاهم الله خير. على الله يفرحكم إن شاء الله. مبسوطين بس إحنا. على الله يبيض ويوكم إلى كلمة منتهى الروعة. أنا لين حين اللي خطفت. هي هذا الأكل هذا ها شباب. ها جدا رائع. جزاكم الله خير. ها اكل المحل رقم واحد ما شاء الله. صلاح نمبر 1 ولا نمبر 2؟ جود جود. قول لي هذا الاكل المحلي طبعا احنا مشهورين فيه في الحمد لله. بارك الله فيكم. زين يلا حط له تكود لي عاده يا مرحبا. هل اللحم لو دي اي دي اي؟ زين بس بارك الله فيك. بس عشان نفرجي الهريس مالنا. شو الهريس مالنا؟ ايوه هذا الهريس اللي يسموه قودني وقودك. ايوه آه ما بيايت انك مفارجه هريسه التم، لا جايت انك تتمايض. هذه الهريس اللي هي تتمايض. بارك الله فيكم. هاي الهريس مالنا. حط لي على هذا على اللحم. شو هاي تسوونها انتو؟ عجل على عيوله. على عجل زادها متقاوده. عيون صغار. ايه بيبي عجل زادها متقاود وبيضة. ايوه ونضرب على اليد بعد. بعد ما في ماكينات ممنوع نستخدم. ايوه ليش تربوي الرمسه هذه؟ لان ارض المعارض وكابيتال الضيافه شغلهم تبع الحكومه. تبع الحكومه فيايتنهم اوامر انه يمنع منع باتا استعمال المكاين. المكينه في الهريس ممنوع عندهم وعليهم رقابة من هل بالأكل شو اسمه غرفة الرقابة الغذائية إن ما تدخل المكينة مطبخهم. مطبخكم أنتوا يا كابيتال. آه هذا أبوي هريسة التم. زور النخل هريس. أي هريسة التم خضراء قاود. ريحه النخله. نعم انا مسؤول قدام الله سبحانه وتعالى ان هريستم ابوي بياض الوي والله انها ما تتودر تتقاول. يا سلام سلام. على فكره لا تتوقعون ان لو لقط شيء من قلت له هالكبير والله يا ابوي اني ادور السبب والله يا اكل ريحه البرياني ينها شال الميره هالعود اللي نحن فيه كله وطباخ الحوار لحمة الحوار تحرم مطبوخ على حطب الطباخ الأولي. حمدان نعم وخ انت وايد قاعد كم اطولك شنك بن عنك زين شوف حمدان آمد. اقول لك هريستكم تعرف شو ذكرتني؟ ذكرتني بهريس الاول يجيب لنا اياها سعيد ببخيت من قصر الخالديه الاول يوم نحن يا حال مدينه زايد هنمون هريسكم عاد 90% من 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 المتابعين اللي من ابو ظبي يعرفون شو اللي اقصده. احنا جاهزين نجرب لاي حدا يبا هريس. لا نحن نتكلم عن موضوع انت تتكلم عن موضوع اخر. انا اشبه لك هريستكم بهريسه كانت تجينا من قصر الاول يسمى قصر الخالديه في ابو ظبي واللي يجيبها مدينه زايد كان الاول واحد رجال اسمه سعيد ببخيت. سعيد ببخيت الكتبي مشكور يا سعيد. اليوم ابو يطعمنا الهريس اللي الاول يوم انت يا هاله تجيب لنا اياه من القصر واليوم طعمنا ابوي عند الجماعه هاي. حياك اليوم في كابيتال للضياف ان شاء الله بنرجعكم لايام اول. جزاك الله. الحين انت منو شيف عادل؟ شيف عادل. زين هذا شو حينه؟ اشرح لي اياه شرح تفصيلي. هذا كيك كيت التمر تتقدم حاره. وهذه التشيز كيك البلو بيري تشيز كيك. نعم. وهذه كريم كراميل وهذه تارت الفواكه. نعم. وهاي الخبيصه. وهذه العصيدة هذول يتقدمون ينطبقون في مطابخنا في أبو ظبي للمعارض مطابخ كابيتال للضيافة. مشكورين بنطعم الحين وبنرد عليكم خبر. يلا. شو رأيك أنت؟ مية مية. أنا شو طعمت أنت؟ الخبيصة وكلها ما شاء الله. أنا بعد لي نعم. أنا لازم أول بادي العصيدة والخبيصة. هاي عصيدة عادية حين ولا شو؟ بوبر بوبر عادية. عصيدة بوبر قول. هذه. أيوة. الدهن عليها دهن مالنا برضه 100%. شو طلع؟
رقم واحد أبوي قصيدة تم وايد فنانة. بوبا الريج، بوبا الريج وطعمها وايد فنان يعني مش 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 انه يعني البوبر ريحة البوبر باجعين، لا بوبر ريج كمية البوبر أكثر عن 70% يعني خدمة بيت كأنك تسويها لناس خصوصيين، ما بمثل هاي يكو عطى بيزة مع الهوي هوي، لا خدمة كواولة، لا خدمة شيوخية. نعم ثمانين ها بوية؟ نعم 80% بوبر هي هي و20% ما يحتاج، أنا من طعمت عرفت صحتين. هي والله صحتين صحتين ما شاء الله ما شاء الله. هاي خبيصة خلط الخبيصة يا الأسيدة. أيوة يا سلام سد أنا الله تعاب الرجيم ما شاء الله. أي رجيم أي رجيم شكرا والله مية مية الله يحفظك. صحتين بالعافية بالعافية. هاي الثلاث نمونات أبوي كل نمونها خير عن الثاني تبارك الرحمن. كيلس إيلس إيلس الحين تسألني أنا عن تقييمي، هذا كله رمسته أنا، العرب كله أبوي عرفت عن تقييمي. حياك والله الحين نرويكم إن إحنا يهمنا رأي أي حد يأخذ عنا أي عمل. يهمنا رأيه في الأكل في الخدمة الطاقم في المستوى الأكل، الأكل مستوى الأكل جودة الأكل. ما في حد كامل الكمال لله، إحنا نكمل معاكم نزيد نحن اتفقنا تقبلون النقد. نعم أكيد. نزيد العصيدة الله يحفظه عصيدة البوبر القناد الهيل اللي فيها لازم يكون بودر زيادة على اللزوم، إذا يتم القناد الهيل في شوية حث ينقرض تحت الضرس شوية الإنسان ما يتقبله أغلبية اللوادم، لكن أنا أفضل أن اللي يستعمل القناد اللي هو للمأكولات مثل خبيص ولا عصيد ولا بلاليط يكون الهيل مطحون مثل البودر منخول نعم ويكون ينطحن في حينه وقت الاستعمال. لذلك هذا أبوي كله حط عليه من أروع ما يكون ما يحتاج وانت مغمض انت تحطه انا ما انت سوي وانا بوقع لك. نعم ابصم وانا بالعشرة هبتسوي تنازل عن سيارتي عن تاريخ اليوم ما يحتاج تكتب إيلس إيلس تاريخ اليوم اكتب ثاني يوم من زيارة ثاني يوم من زيارة رئيس جمهورية الصين دولة الإمارات ثاني يوم من زيارة رئيس جمهورية الصين دولة الإمارات وهذه الزيارة أول زيارة يقوم فيها رئيس صيني منتخب جديد الحين من بعد ما قاموا بإعادة انتخابه اختار دولة الإمارات أنها تكون الوجهة الأولى للزيارة ونحن أبوي في ثاني يوم سوينا الفود تيستينج وطلع من أروع ما يكون وكل فنان وكل زين وكل غاوي هذا أبوي أو بهارات العصيدة تطبخ جيدا حب بهارات القناد قناد القناد الهيل ولا الباجي كل رقم واحد ما شيء قصيرة كل شيء زين فنان هذه على الله يحفظكم فنانة الإمارات الأولى الصوت الدافي الصوت العيناوي الصوت الجميل فنانتنا المعروفة فاطمة على الله يحفظها زهرة العين العيناوي الفنانة مشكورة على الوصلة يا حبيبي أنا مستانسة شفتك من زمان أبغى أشوفك بقولكم شيء واحد انت تعرفون انا عايشه مع الشخص هذا الله يرحم والديك يخليك ان شاء الله يوميش بسمه يومي بط شفتي انا عايشه معك كل يومياتك يعني الله يسلمك انت عايشين الجو حلو الله يسلم حلي ايامك ان شاء الله العادات والتقاليد والرمز الحلو انت حلوه فنانه كم يسوى وصلت وقبولك اني دعيتك ولبيت الدعوه والله هذا يسوى الدنيا كلها يعني الله يبارك فيك ويحافظك الى الامام ان شاء الله مشكوره يا فاطمه انت ريا الحين يا توكل على الله يلا بسم الله
محمد انت منو بارك الله فيك؟ انا ابو حمد طال عمرك. ابو حمد منو ابو حمد؟ محمد عديد المخيط طال عمرك. انزين شو شغلك انت حينه؟ انا مسؤول الفرقه السماعات ان شاء الله. اي نعم جزاكم الله خير مشكورين مشكورين مشكورين. اهم شيء انت ما تقصر معنا. انا ما قصر وياك. انا قصر وياك بس. انا ما قصرت في العرب كلها. انت شايلين عرسنا ما بقصر. مبروك كواريس. مبروك كواريس. يا مرحبا يا حي ذا الفال يلي نسيم ما ينعش الروح غض الغضيب الطرف والحاس عد غزير ومبعد الصح يا خالد. يا رجال يا رجال يلا عاد خلها تخطف يا ربي. هذا الرجال اسمه راشد الظاهري هو مسؤول عن الامن وما طاع يخلينا صبر. تعال يا يا بسرين ابوي هذا هو السكيورتي والامن والدنيا كلها عندنا. احنا حاضرين يا ابو الله يسلمك مشكورين على على كل هاللي تسوونه وعلى هالجهد الكبير. احنا للكلته وعلى جزاكم الله خير ما تسوون الا كل زين. الله يسلمك كل صالتكم زينه وامنه في كل باب مليون كاميرا مليون قفل. انا اقول وداخله يا ابوك خزنه قارون ما حطيت ولا كثر بارك الله فيك. شكرا شكرا. الصلاه لا احمد وين خلاص انا الحين بنزفه وين بعده لسه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو محمد الغالي الف 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 مبروك عرس احمد يا رب ان شاء الله يتهنوا ويعيشوا في سعاده وحب ومنه المال ومنها العيال ان شاء الله. الود ودي كنت اجي بس لولا الظروف وان شاء الله يا رب عقبال ما تفرح بعيالهم باذن الله. تعرف هذا منو؟ هذا المسؤول عن الموسيقى وعن التنسيق وعن الترتيب وعن المطربين وعن العلم والخبر وهذا اللي يرحب وهذا اللي يهيل وهذا اللي الكل بالكل يا صلاح تعرفه؟ تعرفه خلف؟ طاب عنك ينصر طوكيو ما أمريكا متابع عنك قول والله نعم. شفت حبيبك صلاح؟ متى بدك لك أنا؟ متى عرسك؟ ايه متى؟ ها الشعور عندي انا وانا؟ نحن فرقة بالزفر زين؟ بس شوفكم هالرجال اسمه محمد هذا اسمه محمد من فرقة الحان هو اللي قابضين العرس توزيع وموسيقى ودي جي وما ادري ايش قايل من هالاشياء كلها رجال زين وشغلهم مضبوط لين الحين الله مالك الحمد عرسنا من توزيع موسيقى مش إنه حد صوت واطي حد صوت قاصر وحد عالي توزيعهم رقم واحد ويرحب المطربين والفنانين والفنانات شغله وايد مرتب. من كم من سنة انت في هالشي الفرقة؟ الله ابو محمد صار لي الحين فوق 15 سنة ما شاء الله. تذكرك عمك كم عمرك؟ 70 عمري ما شاء الله عليك. ذكرتك عندك؟ موجود زين طبيعي وراء الكواليس صراحة حينة. بتصير لو بتيلس بتريزفون المعرس ولا بتصير؟ على بتري المعرس؟ إيه؟
ان شاء الله بيزفون المعرس وبتسير. سري حبيبي سري حيلس الحين ايش بنسوي يا صلاح؟ السلام عليكم ابو محمد، مبروك زواج احمد. مساكم الله بالخير. شكرا ثم شكرا ثم شكرا ثم شكرا من بوظبي لامريكا. كميه الشكر بتكون قليله لكل اللي حضرنا وكل اللي شرفنا من شيخ ومن عشيريه من شرق ومن غرب من جميع انحاء الدوله. والله مليون مرحبا بكم. زاد ابوي عرسنا فخر اناس وناموس يعني كل شيء زين، والرجاء من الله ثم منكم. فاسترون على كل قصور شفتوه وسامحونا من كل قصور واستروا على ما وعيتوا. بيعلى الله ان شاء الله يلحقكم ذريتكم يا رب العالمين. حضر افراحكم من افراح الصغار لين الكبار، مره واللي ماخذ وحده ياخذ الثاني وبعد بنحضر عرسه. لازم تصدقون ان شيء عندنا مواطنه في دوله الامارات اسمها الصين، فري خميس بيمه. ها نبيمه البيمه. نعم ها لا تقولون ما شيء. ها عامريه الصين فري خميس البيمه. لا تقولون ما شيء مواطن بهالاسم. الله يسلمك. ها ربي فرحه العرب هالاسم، انا بحياتي ما سمعت هالاسم. الله يعطيك العافيه. يا الله مشكوره على الوصله. مشكورين مشكوره مشكوره يا الصين. الصين بكبرها حاضر عرسنا. مشكوره يا الصين بارك الله فيك. يلا حبيبتي شفتوا بالله عليكم. لا تقولون ما قلنا لكم. الصين بكبرها حاضره. الصين مواطن من دوله الامارات. اول مره بحياتي اسمع حرمه اسمها الصين. مشكور على الوصله يا الصين. يا عزي يا عز تعال يلا يا عزي لحالك يا الصين. العرب كلها شافتك يا الصين. يلا مايا شو اسمك انت؟ وديم. والله النعم قدامي. What's your good name? Dorothy. Dorothy. Thank you. Thank you for your safety. And also Maya. Maya. Thank you. Thank you. Thank you. مشكورين مشكورين يا برج العرب، مشكورين يا فندق برج العرب، مشكورين يا أجمل وأشيك وأحسن فنادق الكون، مشكورين يا فخر الإمارات، مشكورين يا برج العرب على هالشيء الجميل اللي وصلنا أبوي منكم من دبي لين أبوظبي للعرسان وإقامة للعرسان في فندق برج العرب، مشكورين وما قصرتوا. أنا يوم قالولي أها واليوم انا وايد سعيد لان الشخص هذا انا عشت معه. كيف عشت معه؟ عشت معه عشنا صرت معه واشتغلت معه وشويه سمعت وياه يعني صدق عشنا في اجواء ان احس ان انا معاه انا حاسه اني اكون معاه فتحسين ان خالد يعني واحد منا وكلنا وشي يسولف عشان كذي خالد محب دائما انا قلت خالد محبه ايش؟ نفس الشيء كان يعني عفوية ما عندي مواضيع هاي فمحبتنا اليوم ومحبة خالدي نحن في ألمانيا وما نستغنى عنك ولا عن سناباتك الحلوة.
اسمي نعيشين وياك عيشة ما بعدها عيشة.